السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله محاضرة مع الدكتور أحمد سنوسي، محاضرة عن أثر مكتب إدارة المشاريع على أداء المشروع. ودكتور أحمد سنوسي يعني ما شاء الله معروف جدا، وأكيد الناس كلها عارفاه، دكتور مهندس أحمد سنوسي، مستشار ومدرب وباحث ومؤلف في مجال إدارة المشاريع وتطوير الأعمال، وخبرة متقارب 15 عام، ودرب أكثر من 6000 متدرب في داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وحصل على المؤهلات الأكاديمية والشهادات الاحترافية التالية. ما شاء الله، دكتوراه الفلسفة في إدارة المشروعات من الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير إدارة الأعمال من المملكة المتحدة، وماجستير إدارة المشروعات الأكاديمية العربية المفتوحة، بكالوريوس هندسة مدنية جامعة القاهرة، ودبلوم العقود والتحكيم الأكاديمية العربية للعلوم، ومحترف إدارة المحافظ البي اف ام بي، ومحترف إدارة البرامج البي جي ام بي، ومحترف إدارة المشروعات البي ام بي، وإدارة المخاطر وتحليل الأعمال وإنشاء وتشغيل مكتب إدارة المشروعات البي ام او سي، وشهادات تانية كتيرة ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. جزاكم الله خير، كل خير يا دكتور، ونستمع لحضرتك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا بالزميل العزيز الباشمهندس عمر. طبعا وانت طبعا يعني اشهر من نار العالم في مجال البي اي ام في الشرق الاوسط وفي العالم كمان كله، ربنا يوفقك ويرفع قبعك. تحياتنا لحضرتك والباشمهندس ابتهال، باشمهندس محمد، والدكتور ابراهيم، والزملاء الاعزاء في اسره بيم اريبيا، وربنا ان شاء الله يجعل هذه الامسيه امسيه مفيده لنا جميعا ان شاء الله. طبعا بسم الله، علشان نبدا على طول مباشره المحاضره. طبعا المحاضره بيم اريبيا بتقدم شهاده بالحضور، فنحرص جميعا الاخوه الحاضرين ان هم يلتزموا بمده المحاضره كامله، مش عشان طبعا يعني اسمعكم اللي انتم بالله، اللي طبعا اللي يعني هيكون هياخد الشهاده غالبا لازم يكون طبعا امضى الوقت كاملا لنهايه المحاضره. الموضوع النهارده طبعا بنتكلم في موضوع مهم جدا، اللي هو البي ام او او البروجكت مانجمنت اوفيس. البروجكت مانجمنت اوفيس طبعا ظهر المصطلح يمكن في العشرين سنة الأخيرة، بدأ يعني بمعروف، وفي الآونة الأخيرة بالذات في المملكة العربية السعودية هنا في التحول الوطني من أول 2016 بدأ ينمو بشدة الحديث على البي ام او، وجود البي ام او والناشونال بي ام او والبي ام او في داخل الوزارات والهيئات، وأصبح حديث الساعة، وأغلب الجهات الحكومية حاليا لم تكن كلها تقريبا في عندها مكتب إدارة مشروعات. إيه بقى قصته وإيه حكايته وإيه فوائده وإيه الوظائف بتاعته وإزاي نبني المكتب؟ ان شاء الله ده هيكون موضوع المحاضره النهارده. طبعا عشان نعرف نظام المحاضره طبعا انا هبدا ان شاء الله اشرح، وفي نهايه المحاضره باذن الله تعالى هتلقى الاسئله، فمحدش بقى يكتب الاسئله اثناء شرح المحاضره. في نهايه المحاضره هنفتح الوقت ان شاء الله لحضراتكم ربع ساعه كده او اكثر حسب حجم الاسئله، كل واحد يقدر يطرح السؤال الخاص بيه، وهجيب على حضراتكم باذن الله تعالى. لما نتكلم طبعا على التعريف، المشبندس عمر طبعا افاض وزياده، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا واياكم علما نافعا ان شاء الله. كنا في 2018 في مجله رواد المشاريع العرب، عملنا يعني استبيان كبير وشارك فيه تقريبا 1000 واحد. عملنا الاستبيان وكان اغلب المحاور بتاعته كانت على البي ام او، وكانت في شويه احصائيات كده محتاج ان انا يعني اوضحها لحضراتكم في عجاله. لما سالنا الناس هل الشركه عندك عندها بي ام او ولا لا، كان تقريبا 50% قالوا احنا عندنا مكتب، وكان 59% عندنا مكتب، و41% قالوا ما عندناش مكتب. وده بيعكس طبعا ان 40% من المنظمات ما عندهاش مكتب اداره مشاريع. سالناهم طبعا على البي ام او اللي عندك في الشركه، اللي هو انتربرايز ولا ديبارتمنتال، وطبعا ديبارتمنتال يعني مكتب اداره مشاريع جوه اداره من الادارات او تحت سيكشن من السكاشن، وفي الانتربرايز اللي هو مكتب اداره مشاريع على مستوى الشركه كلها من فوق. كان 70% تقريبا بيتكلم على انه ديبارتمنتال، وفقط الثلث قالوا انه فقط كان انتربرايز. ده برضه بيعكس ارقام غير الارقام اللي موجوده مثلا في اوروبا وامريكا، هناك العكس تقريبا، انتربرايز يقترب من 70% والديبارتمنتال هو ال 32%. لما سالناهم برضو على اهم الوظائف اللي موجوده في البي ام او عندكم بيقدم ايه جوه المنظمه، كان اكتر نسبه طبعا اللي هو بيمونيتور البروجكت سكسس، يعني بيتابع بقى الكي بي اي بتاعت البروجكت، اداء الجدول الزمني، الكوست والى اخره. وكان بعد كده المانجمنت كومبتنسز
يعني تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الخاص بمكتب إدارة المشاريع. إدارة البرامج كانت تقريبا ثالث حاجة، ترشيح وتقديم مدراء المشاريع كانت رابع حاجة، التدريب وماتيوريتي كانت آخر حاجة. الست أو السبع وظائف اللي قدام حضراتكم ديت طبعا على حسب النسب الخاصة بها بتعكس مدى يعني إيه مدى يعني التركيز على الوظائف المهمة فالأقل أهمية. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على البروجرام مانجمنت تبقى 47%، ده يعني نسبة مش وحشة كويسة، لأن في الواقع أغلب اللي بيبنوا مكتب إدارة مشاريع ما بيهتموش أو بالبروجرام مانجمنت، بيهتموا بالبروجكت مانجمنت، وده كويس. يعني دي نسبة كويسة عندنا هنا، إن يكون نص البي ام او عندهم بروجرام مانجمنت في الهيكل بتاعهم. كمان انه البروجكت مانجمنت اوفيس ان هو يرشح مدراء المشاريع ده امر جيد بنسبه 45%، كويس، لانه برضو في الاغلب بيكون الترشيح عن طريق الاتش ار والتوظيف برضو عن طريق الاتش ار مع استشاره بسيطه لمدراء المشاريع. وجود ان المكتب نفسه يقوم بهذا الامر يعني بالتنسيق مع الاتش ار ده امر جيد، انه يكون 40% او 41%. بس طبعا احنا بنطمح انه يعني النسبه كلها تكون 100%، ان يكون كل الفانكشنز دي كلها موجوده في مكتب اداره المشاريع. طيب مش عايز اطول كتير في الاحصائيات علشان هي يعني فقط بتدينا بس كده بالس اوف بروفيشن. كان برضو لما سالنا الناس قلنا لهم يا جماعه ايه اللي خلى المشاريع عندك فشلت اخر 12 شهر؟ كان اكتر اربع اسباب، وده اللي يهمني قوي هنا. السبب الرئيسي او اللي شوف جاي لحد الاخر تقريبا ومعدي قوي اللي هو البور تشينج مانجمنت. ومش طبعا التشنج مانجمنت اللي هو جوه المشروع، مش التشنج مانجمنت اللي هو خاص بالاورجنايزيشن تشنج مانجمنت، اللي هو التغييرات بقى الغير منضبطه او الغير مسيطر عليها، اللي هي بتؤدي الى يعني زحف نطاقي جوه المشروع، وفي الاخر بتلاقي انه الاونر بيشعر ان المشروع بقى عشوائي ومش قادر يسيطر على النطاق. السبب الثاني كان اللي هو الان اكوريت كوست استيميتس، ودي برضو مشكله كبيره جدا للمقاول من ناحيه وللاونر من ناحيه ثانيه، انه يشعر ان المشروع هيكلف 50 مليون يبدا يشتغل ويفاجئ ان المشروع هيخش في 60 70، طب هو ما عندوش موازنه للكلام ده بيوقف المشروع ما يكملوش. كذلك الانديكويت او البور كوميونيكيشن، ودي من اكثر الحاجات اللي كتير جدا من الناس يعني فعلا بتشعر، يعني عدم الرد على الايميلات، عدم وجود قنوات تواصل واضحه، تاخير في الردود، في المخاطبات، في المراسلات، تغيب عن الاجتماعات، هذا بيودي لكوارث كتير جدا. البعض يقول انا بعت له ايميل والتاني يقول لك انا ما استقبلتش حاجه، وبعدين انا امر زي كده محتاج خطاب رسمي، ويعمل مطالبه وبعدين يختلفوا. فايضا الكوميونيكيشن من الحاجات اللي بتؤدي الى فشل المشاريع بدرجه كبيره. كمان السبب رقم اربعه اللي هو الان ديفايند اوبورتيونيتيز اند ريسكس او الريسك مانجمنت باختصار. كورونا الحال ده يعتبر اكثر الحاجات اللي هي اثبتت انه عدم وجود ريسك مانجمنت يعني بيؤدي لانهيار البيزنس بسهوله. طبعا باقي الاحصائيات موجوده وان شاء الله الملف هبعته للاخوه في بيم ريبي، يبعته لحضراتكم تستعرضوا التفاصيل الخاصه بالاحصائيات. طبعا هدف الاحصائيات ديت ان انت كبيم او كحد تشتغل تاخدها على المحاكي، يعني الاربعه اللي انا ذكرتهم دول هم بيؤدوا الى فشل المشاريع، لازم تبدا انت بيهم كمعالجه كبيم او، لان اكيد هتلاقيهم موجوده في الشركه عندك. يعني الاربعه دول هم اساس فشل المشاريع، ابدا بيهم بقى على طول لما تبني البيم او بتاعك. لازم البيت فولز ديت تبدا تعمل لها كوريكشن فورا. يعني ايه بي ام او؟ البي ام اي في 2013 عرف البي ام او قال لك هو ستراكشر فورمد باي ذا اورجنايزيشن، يعني هيكل بيتم تشكيله عن طريق المنظمه، الهدف منه تو بروموت اند امبروف بروجكت مانجمنت، يعني هو يطور ويحسن اداره المشروع من خلال انه يحط منهجيات تقلل المخاطر والخلافات وتحقق مستوى مرضي من الافشنسي والافكتفنس في البروجكت مانجمنت. وبيقول ان الاستراكشر هو has been associated with obtaining better success rates، يعني الهدف منه ان انا احقق معدل نجاح عالي في المشاريع. وبيقول ان النجاح ده معناه انه انا اخلص المشاريع اون تايم في الوقت و within scope و within البادجت. ده التعريف بتاع البي ام اي الخاص بالمكتب. هارولد كريزنر، وده من الناس البايونيرز في مجال اداره المشاريع، في 2009 قال ان البي ام اوز have been improved as a part of an organizational structure in our modern enterprises and حط كده كود قال لك could be the most important project management activity activity in this decade. يعني بيقول ان في العقد اللي هو في 2009، يعني قول مثلا في الالفيه تقريبا بدايه الالفيه الجديده، بيقولوا ان البي ام او ده هو اكثر نشاط واهم نشاط
هو المنظمة يجب القيام به. في كمان بحث في 2004 وصف البي ام او، قال ان هو اورجانيزيشن يونت، يعني هو وحده جوه المنظمه، ذات بروفايدز يعني بتزود مدراء المشاريع والبروجكت تيمز والفانكشنال مانجرز اللي هم مدراء الاقسام ويز اكسس تو ايفالزاب البرنسبلز، القواعد الحاكمه لاداره المشاريع، البراكتس الممارسات، الميثودولوجيز المنهجيات، التولز الادوات والتكنيكس التقنيات. الحزمه دي كلها مالها بقى؟ that are used، يعني سيتم استخدامها for efficient and effective project. تقريبا تعريف تقريبا متوافق مع التعريف بتاع البيوم. يعني باختصار شديد انا بقول لحضرتك انت هتاخد حزمه من الادوات، هذه الحزمه مين اللي هيقوم عليها؟ هيقوم عليها المكتب. الهدف في النهايه ان انا اعمل efficient and effective project management. طيب ايه بقى الفوائد من البيوم؟ هستفيد انا ايه؟ يعني كتير جدا لما بنروح نعمل presentations عروض فنيه لمكتب اداره مشاريع في الشركات والمنظمات، السؤال الرئيسي لما تلاقي المدراء، انت عارف دايما التغيير المؤسسي بيكون صعب، اغلب المنظمات اصلا بتؤمن بين الاداره الماليه والاتش ار وعلى مضض كده تقنيه المعلومات والتسويق والمبيعات، هو دول هم الكور بزنس، الباقي ده كله اداره مشاريع بيعتبروها بعض المنظمات ان ده امر يعتبر طرف ومش مهم. لكن الحقيقه طبعا الاساسيه انه تحقيق الاستراتيجيه بتاعت المنظمه او الشركه لن تكون بالشكل الفعال ولا بالكفاءة المطلوبة وبدون وجود هذه الماكينة أو الماشين القوية جدا اللي هي ماشين بيمو. الماشين دي بتديني إيه بقى؟ أول حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 الالاينمنت، الموائمة، وده من الحاجات اللي بتفتقدها كتير من الشركات والجهات الحكومية، إن المبادرة أو المشروع شغال كده بدون أي توافق وموائمة مع الأهداف الاستراتيجية. ده طبعا بيضيع طبعا موارد وبيخلي مشاريع غير مهمة تاخد أولوية على مشاريع تانية أكثر أهمية. delivery وده معناه يعني تسليم المشاريع في الوقت وفي الموازنة في المواصفات، وده يمكن قلناه من شوية. الحتة الثالثة وجود reporting processes بشكل معياري وproject tracking وstatus report. أغلب الشركات لما اتكلمنا من شوية في سبب الفشل الأربع أسباب كان منهم الcommunication اللي هو الreporting الinformation. الinformation system ده وده بيوفره البي ام اي اس جوه المنظمه، لو مش موجود تخيل بقى حضرتك هتلاقي ان القصه كلها محدش عارف اي حاجه، مدير المشروع شغال وفي ناحيه ومدير المكتب في ناحيه ثانيه والاونر او البورد اوف دايركتورز في ناحيه ثالثه، غالبا بتلاقي العمليه فيها يعني سيبريتد ايلاندز، كل واحد في جزيره منعزله محدش عارف ايه اللي بيحصل. البي ام او لا، بيخلي المعمليه كلها او المعلومات انتر كونكتد كله مع بعض. التريننج طبعا والمنتورنج وايضا جلوبالايزد ابروتش، يعني مكتب اداره المشاريع بيوفر لك نهج يعني جلوبالايزد عالمي بالذات للمالتي مالتي ناشونال اورجانيزيشن، الشركات متعدده الجنسيه. طيب المكتب بيوفر لنا مجموعه من الوظائف، ممكن تحكي لنا عليها؟ احنا بنتكلم على خمس جروبات حسب البحث اللي موجود المصدر بتاعه تحت. الخمس مجموعات دولت، اول مجموعه بنسميها مجموعه المونيتورنج اند كنترولنج للبروجكت بيرفورمانس، مجموعة متابعة وضبط أداء المشاريع. المجموعة الثانية بنعتبرها مجموعة التطوير. تطوير إيه؟ تطوير البروجكت مانجمنت كومبتنسز والميثودولوجيز، المنهجيات وإمكانيات وقدرات الموظفين. المجموعة الثالثة بنعتبرها المالتي بروجكت مانجمنت، مجموعة بقى البرامج والمحافظ. والمجموعة الرابعة مجموعة الاستراتيجيك مانجمنت، الإدارة الاستراتيجية. والمجموعة الخامسة مجموعة الوظائف الخاصة بالتعلم المنظمي او التعلم المؤسسي او ما يسمى الاورجانيزيشنال ليرنينج. لما نتكلم على المجموعه الاولى اللي هي المونيتورنج اند كنترول بروجكت بيرفورمانس، بنتكلم على اربع وظائف تحت هذه الثيم او الباقه. ريبورت بروجكت ستاتس، يعني رفع التقرير للاداره العليا. مونيتورنج اند كنترول بروجكت بيرفورمانس. امبلمنت اند اوبريت بروجكت انفورميشن سيستم، اللي بنتكلم عليها من لحظات. develop and maintain project score cards او الداشبوردز. المجموعه الثانيه اللي هي الكومبتنس ميثودولوجيز، بنتكلم هنا على يبقى عندي منهجيه لاداره المشاريع قائم عليها وبطورها بشكل مستمر. رقم 2 بروموت بروجكت مانجمنت ويزنز اورجانيزيشن. بروموت او بروموت يعني تسويق، ان انا اروج لاداره المشاريع. اغلب الناس في الشركه ما بتطقش اداره المشاريع، بيحس كده ان انت جاي كده يعني ايه، انت ايه لازمتك؟ يعني بتوع الماليه احنا عارفين احنا لازمتنا ايه، حسابات، انت بتاع الاتش ار، انت بتاع البي بي ام او، كتير من الشركه ما بيبقاش عارف انت بتعمل ايه اصلا. فتسويقك للبي ام او نفسه بالذات للاداره العليا ده بيبقى داعم، وده نحكيه كمان شويه في
الكي سكسس فاكتورز. الحاجه الثالثه التدريب والتطوير. انت بدون ما يكون معاك فريق محترف في اداره المشاريع والبرامج والمحاضرات بإدارة المشاريع، للاسف الشديد هتلاقي طبعا حضرتك في نهايه المطاف عندك ناس مش فاهمه حاجه، تقعد تقول له مثلا طب عايزين نعمل بلان، طب كونستراكشن ميثود، طيب عايزين نعمل ستيت ريبورت، طيب ميتنج اجنده، طب ما اعرفش ايه، طب مدري ايه. هتلاقي انت بتتكلم في ناحيه والناس في ناحيه ثانيه. امكانيات وقدرات الموظفين اللي معاك في البي ام او اداه مهمه جدا جدا لتطبيق او الوصول الى الافشنسي والافكتفنس اللي انت عايزه. طبعا كمان الدعم والتوجيه لمدراء المشاريع امور مهمه، وكمان التولز المعياريه او الادوات المعيره الخاصه باداره المشاريع اللي بتساعد جدا الفريق، زي مثلا البي ام اي اس وغيرها من التولز الثانيه، سواء اذا كانت فيزيكال او نون فيزيكال. المالتي بروجكت مانجمنت اللي هي الثيم الثالثه، بنتكلم على خمس حاجات اللي هي التنسيق ما بين المشاريع وتحديد وترتيب المشاريع. دي من الحاجات المهمه جدا في الشركات، لان المشاريع وده يعتبر بورتفوليو، يعني ده بورتفوليو مانجمنت، ان ازاي ارتب المشاريع، ازاي المشروع ده يبقى رقم واحد ده اثنين ده ثلاثه ده اربعه، ازاي لو السيوله الماليه يعني وقفت معايا او خفت معايا اقدر اختار ايه المشاريع اللي تكمل وايه المشاريع اللي ما تكملش. ده مهم جدا. كتير جدا من الشركات الموضوع بيبقى ماشي بالصوت، يعني اللي يتكلم اكتر ده مشروع مهم يعني خلاص اصرفوا له، ده اخره شويه، ده يعني الموضوع مش كده. الاداره الماليه تقريبا بتتكلم بكده بوجهه نظر، وده غير صحيح. المفروض ان يكون في فاكتور الريسك، فاكتور يعني كمي، سواء اذا كان ويتد رانكينج سكورينج تكنيك او مالتي كرايتيريا اناليسيس، بحيث ان انا ابدا اقيم وافلتر المشاريع على وينج سيستم معين اقدر اباريوترايز المشاريع الخاصه بالمنظمه. اداره محفظه او اكثر، اداره برنامج او اكثر، اللوكيت الريسورس، دي من الحاجات المهمه لسه انا ذاكرها دلوقتي. والريسورسز هنا ممكن نتكلم على الريسورسز او كريتيكال ريسورسز، زي الهيومن ريسورسز، زي الفيزيكال ريسورسز، وزي بالذات الفاينانشال ريسورسز اللي هي الفلوس، ودي اكتر حاجه بيواجهها المشروع كتحدي. لما نيجي نتكلم على المجموعه الرابعه اللي هي الاستراتيجيك مانجمنت او الاداره الاستراتيجيه، هنا لما بنتكلم على البي ام او كمكتب اداره مشاريع على مستوى المنظمه، على مستوى الانتربرايز كامله، فلازم يشارك في الايه، في الهيكل الاستراتيجي او الخطه الاستراتيجيه الخاصه بالمنظمه. فبيدي ادفايس للابر مانجمنت زي ما قلنا من لحظات، المشاريع المهمه، المشاريع الاكثر عائد على استثمار، المشاريع الاقل مخاطره، المشاريع الافضل للوقت الحالي، حسب طبعا قرايته للسوق زي ما هنتكلم بعد لحظات. كمان بيبارتيسيبيت، يعني شارك في التخطيط الاستراتيجي، يحط الاهداف ويناقش الاهداف، وكمان اداره المنافع، ودي من الامور المهمه، لان في الاخر المشاريع لما تشتغل هتدر ارباح. لازم اتاكد ان دراسه الجدوى اللي اتعملت في بدايه المشروع او البيزنس كيس حصل لها يعني اتينمنت في النهايه، ما يبقاش المشروع شغال ويبقى تركيزنا كله ان احنا نخلص في الوقت والتكلفه، وبعد كده المشروع المبنى ما حدش يستلمه، المشروع ما حققش الارباح المطلوبه، لا كده يبقى المشروع فشل. لان احنا عندنا المشروع زي ما انتم عارفين له اهداف قصيره المدى واهداف طويله المدى. الاهداف القصيره اللي هي غالبا بنسميها الافشنسي، اللي هو انك انت المشروع يخلص وزن بادجت وزن كوست وزن سكيدول والسكوب والكواليتي والكلام ده، لكن المشروع له اهداف طويله، انه يحقق الارباح، ان البريزنت فاليو، الاي ار ار الخاصه بيه، والار او اي، والبي سي ار، وغيرها بقى من المؤشرات الماليه والمعنويه الاخرى. ده مهم جدا، عشان كده ده لازم يكون جوه البنفيت مانجمنت جوه البيمو. كمان النتوركينج والانفيرمنتال سكاننج او الماركت بقى اناليسيس، تحليل السوق بشكل مستمر، ده من الامور المهمه جدا، لان انت عشان تغذي الاستراتيجيه لازم تكون قاري البيئه الداخليه للمنظمه والبيئه الخارجيه اللي هي الماركت. المجموعه الاخيره اللي هي الاورجنايزيشن ليرنينج، اللي هو تعلم المنظمه. مونيتور اند كنترول ذا بيرفورمانس اوف بي ام او اتسيلف، ان انا البي ام او لازم يكون له كي بي ايز، اقيس بشكل مستمر البي ام او، هل هو بيحقق الاهداف بتاعته ولا البي ام او زي قلته؟ ده مهم جدا. مانج Archives of Project Documentation اللي هي Document Management. Conduct Post Project Reviews اللي هي مراجعة المشاريع بعد اكتمالها فشلت أو نجحت. وكمان Project Audits، التفتيش بشكل مستمر على المشاريع عشان Quality Assurance والCompliance. Implement and Manage Database of Lesson Learned اللي هي بنسميها بين قوسين Knowledge Management. والRisk كداتابيس برضه، يعني Historical بقى Information خاصة بالPrevious Projects. وكذلك عشان اقدر انا اعمل زي تشيك ليست او اقدر اعمل برومبت ليست خاصه بالمشاريع المقبله فيما يخص الريسك.
لما نتكلم على التصور الخاص بالمكتب بتاع إدارة المشاريع، المفروض إن هو يكون بالشكل اللي أنا حاطه في قدام حضراتكم هنا، اللي هو أنا سميته الـ OBMO. أي بي إم أو، أو بي إم أو مش قضية، المهم إن هو في النهاية بيكون تحت الـ Strategic Management Office أو الـ SMO. إيه الهدف من الـ OBMO؟ الـ OBMO طبعًا زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا كاتب فوق Attaining الـ Organization Change، هو اللي بيحقق التغيير، هو اللي بيحقق الاستراتيجية بتاعة المنظمة. ايه على اليسار؟ على اليسار انا حاطط البيزنس ديفلوبمنت اوفيس اللي هو مكتب تطوير الاعمال، ممكن تسميه اي حاجه، البيزنس اكسلنس سنتر زي ما تحب. العلاقه بين الاثنين ايه؟ انه البي ام او لما بيخلص مشاريع بيسلم البيزنس ديفلوبمنت نيو كابابيلتيز، بيدوا له امكانيات وقدرات اكتر، مستودعات اكتر، مباني اكتر، ويب سايت اكبر، فانكشنز اكتر، كابابيلتيز امكانيات اكتر انه يقدم خدمات اكبر، قطاع اكبر. والبيزنس ديفلوبمنت علاقته بالاو بي ام او ان هو بيديله البيزنس اناليسيس ريزلتس، يديله دايما المشاكل اللي موجوده في البيزنس، التحليل الداخلي بشكل مستمر، يعمل له اسسمنت نيدز اسسمنت، يعمل له بيزنس كيسز علشان يقدم له المشاريع اللي هي بنسميها الخاصه بالاورجنايزيشنال نيدز. في طبعا المشاريع فيها كذا نوع، من ضمنها اللي هي الاورجنايزيشنال نيدز او المشاريع اللي هي الداخليه، مشاريع المنظمه الداخليه. طيب جوه بقى الاو بي ام او ايه اللي يندرج تحتيه؟ يندرج تحتيه طبعا البروجرام كومبوننتس والاذر كومبوننتس اللي هي قد تكون مشاريع، وممكن نحط كمان بورتفوليوز. على اليمه الثانيه في البيزنس اكسلنس يونت اللي هي جواها بقى الاوبريشن اتش ار اي تي والاخر. طبعا ممكن البيزنس ديفلوبمنت اوفيس ده ممكن يكون احيانا بيسموه الكواليتي ديبارتمنت عادي جدا، او البيزنس ديفلوبمنت اند كواليتي ديبارتمنت، المهم ان هو يكون جوه الوظائف بتاعته ان هو يعمل لنا حته البيزنس اناليسيس بشكل مستمر. طيب مكتب اداره المشاريع كمركز او كمشروع للتميز في اداره المشاريع او سنتر اوف اكسلنس، بنتكلم ان احنا عندنا اربع مراحل، خمس مراحل. اول مرحله مرحله انطلاق المشروع، المرحله الثانيه تقييم الوضع الحالي في المنظمه، المرحله الثالثه تاسيس المكتب بالكامل، المرحله الرابعه تقييم المخرجات وقياس النتائج، المرحله الخامسه التشغيل بشكل كامل او الاوبريشن والسستينمنت. كل مرحله من المراحل طبعا بنتكلم على الاهداف، ايه المنهجيه اللي هنشتغل بيها وايه المخرجات والتسليمات الخاصه بيها. لما نتكلم على اول مرحله، مرحله انطلاق المشروع، ايه الاحتياجات، ايه الاهداف الاول من المرحله دي؟ اهدافنا نحدد مين هم اللي لهم علاقه بالمشروع، الادارات المختلفه، مدراء المشاريع الحاليين، مكتب اداره المشاريع القديم لو كان موجود. نحط تشارتر للمشروع عشان يبقى فيه كوميتمنت، وكل واحد يبقى عارف ايه دوره، ومدير المشروع يبقى عارف صلاحياته حجمها ازاي، ومين السبونسر الخاص بالمشروع. الحاجه الثالثه تحديد نطاق المشروع، لانه في النهايه مش بعمل مكتب يعني لوزاره، انا بعمل مكتب في شركه كبيره، شركه متوسطه، شركه صغيره، فلازم احدد النطاق، هعمل ايه بالظبط في المشروع ده عشان المشروع ما يبقاش يعني سكيلابل وعمال يوسع مني وبعد كده ما اقدرش اسيطر عليه. الحاجه الثالثه او الحاجه الرابعه الحصول على الموافقه من الشخص اللي هو السبونسر الخاص بالمشروع او اللي هو الستيرنج كوميتي او وات ايفر، تحديد فريق العمل وشكل التنظيم للمشروع وتحليل المخاطر بشكل طبعا بريف في الاول. الادوات ممكن ميتنجز، انترفيوز، داتا جازرنج تكنيكس وغيرها. اللي هيطلع معايا في المرحله دي المفروض سجل المعنيين، التشارتر ابروفد، الانيشيال بروجكت بلان والانيشيال او بي اس والانيشيال ريسك ريجستر والبروجكت اوبجكتيفز اند سكسس ميتريكس. ودي من الحاجات المهمه جدا، لانه في الاخر لما نيجي نقيس نجاح المشروع بنقيسه على الاهداف اللي حددناها من الاول جوه التشارتر. طبعا لو في بزنس كيس قبل كده من الاونر او من الجهه المالكه هيكون جميل جدا ان احنا نستخدمها في بناء الميثاق بتاع المشروع. المرحله الثانيه تقييم الوضع الحالي، ودي مرحله مهمه جدا اغلب الاستشاريين بيتجاوزها بشكل سريع نتيجة إن عايز يصرف مستخلصات وينجز، وللأسف الشديد بيعتبر إن إيه زي ما تروح كده لأي حد بتاع أي تي ولا حاجة تقول له أنا عندي ويب سايت كده إيه عايز أطوره حاجة صغيرة، يقعد كده يغيب عنك ويرجع لك يقول لك بص أنت أحسن حاجة عمل لك موقع مقرب بيه. شوف يعني تخيل إزاي بدل ما يحط مثلا إضافة 10% عايز يبني موقع جديد. فأغلب الناس بيميل أكتر إنه يبدأ من وجهة نظره هو، منظوره هو، ده غير صحيح طبعا، ده يكلف كتير وممكن ما نستفادش من امكانيات موجوده وقدرات موجوده جوه المنظمه، وبنبني شغلنا كله على افتراضات. طب ليه كده؟ ما احنا عندنا حقائق نقدر نحقق عليها
فالسيتويشنال اناليسيس او الاسسمنت ريبورت ده فيري فيري امبورتنت بالنسبه لنا. ياخد فيه الاستشاري اسبوع واسبوعين ثلاثه مش مشكله على حسب حجم الشركه، لكن مخرجاته اولا بتعمل سكريننج كامل للاو بي ام جوه الشركه، بيفيد قوي الاداره كبنش مارك بوينت نقدر نبني عليها بعد كده، ويفيد الفريق الاستشاري كله انه يعرف احتياجات الشركه. لان يا اخوان الشركات لها احتياجات مختلفه، في شركات هدفها قوي انها تقاتل كوست بالذات المقاولين، عايز يريدوس الكوست وده اهم اهداف البي ام او عنده. في ناس تانية عندها السكيدول عايز يخلي يعمل اكسلريتنج للسكيدول بتاعه، ده مهم جدا. الاونرز دايما او اللي هم الملاك بيبص قوي على الفاليو البنفيت مانجمنت، هو في النهايه عايز يحقق العائد بسرعه، وعايز كمان التايم تو ماركت يكون اسرع، ان انا المشروع يخلص يعني مجرد ما نطلع مثلا من الاجتماع بفكره المشروع عايز نغمض عيننا ونفتح نلاقي المشروع موجود. ودي ماشين، خد بالك، ودي قوه البي ام او. البي ام او ماشين مهمه جدا جدا بتحقق لك احلامك، على عكس الشركات اللي ما عندهاش بي ام او تلاقي فيه يعني من المقترح لحد ما تتبني دراسه الجدوى لحد ما نبدا المشروع ونخلص المشروع تلاقي المنافسين بتوعك بقى كل المنتجات بتاعتهم او الميزه اللي انت كنت عايز تلحق تسبق بيها للاسف بقت موجوده عند الجميع، في بطء طبعا في انجاز المشروع والوصول للسوق. فبنحتاج هنا نقيس نضج اداره المشاريع، نحدد استراتيجيه المنظمه لان هينبسط منها استراتيجيه المكتب، تحليل المستوى المهاري لكل العاملين في حقل اداره المشاريع في المنظمه، تحديد مكونات المنظمه الداخليه والخارجيه اللي لها علاقه بالمشروع، الاقسام، الادارات، الاركتكتشر يعني بتاع المنظمه كله، وضع خطه بقى تفصيليه للمشروع، وعقد الكيك اوف ميتنج علشان ننطلق في تنفيذ الايه مخرجات التقرير. هيطلع معانا هنا التقرير طبعا بالتفصيل، والتقرير طبعا ده بيكون مكتوب طبعا ممكن يوصل 100 صفحه 200 صفحه اكتر اقل، كل ما كان مكتوب بلغه سهله مدعم بداشبوردات وتشارتات كل ما كان اظرف، كل ما كان مصاغ بشكل مرتب وفهرس كده مفهرس يفيد اكتر الشركه ويفيد الاداره منه، غير لما يكون كلام يعني داخل في بعضيه وصعب جدا اراجع. الوضع المستهدف اللي هو تو بي، احنا عايزين نروح فين بالظبط كده من المكتب ده، نوصل ان احنا نريديوس السكيدول 20% للمشاريع، نقاط البادجت 10%، نريديوس الريسك ليفل 10%، نحقق ايه، نوصل لايه، نعمل كاباسيتي اوف بروجكتس مثلا تيرن اوفر ييرلي مثلا 1 مثلا بليون يو اس دولارز، 500 مليون يو اس دولارز الى اخره بقى حسب الاهداف بتاعتك اللي انت هتلتزم بيها. تقرير وخطه التطوير المهاري، لان انت لما قيمت الناس عملت معاهم انترفيوهات المفروض بناء على كده فلان ده عايز بي ام بي، فلان ده عايز ريسك، فلان ده عايز بريمافيرا، فلان ده عايز اوتوكاد، فلان ده عايز كواليتي، عايز ايزو، عايز اوشا. انت بتقيم الناس حسب احتياجات المكتب وحسب وضعهم اللي انت قابلتهم فيه. تقرير الادارات المرتبطه بالمشروع ونقاط الترابط والاتصال، يعني انا عندي شركات او عندي اسف الاقسام والادارات المختلفه، يعني علاقتها الانترسكشن ما بين الادارات المختلفه دي، يعني مين اللي هيكون فوق مكتب اداره المشاريع؟ طب ايه الماليات هتمشي ازاي مع الاداره الماليه؟ طب التوظيف هيمشي ازاي مع الاتش ار؟ لان انت بتركب وحده اداريه لازم تكون متكامله مع الادارات اللي موجوده جوه. طبعا مع خطه المشروع التفصيليه والابروفال الفورمال علشان انطلق لتنفيذ المرحله المهمه اللي هي بناء المكتب، ودي اطول مرحله بتاخد معانا وقت. دي بتاخد معانا يمكن في حدود 80% من المده الخاصه بانشاء المكتب جوه المنظمه. طبعا اهداف المرحله تحديد اولويات المنظمه استراتيجيه، ودي كتير جدا من الاستشاريين بيهمل الحته ديت. بيعتمد ان الشركه ما عندهاش استراتيجيه في الاغلب، فبيقعد بقى يشتغل بمزاجه هو، ده غلط. لان الشركه لها استراتيجيه. وزي ما نشوف بعد شويه في حاجه اسمها المكاسب السريعه والمكاسب المتوسطه والمكاسب الطويله الامد، الكويك وينز والميديوم وينز واللونج تيرم وينز. فلازم انا احدد الشركه عايزه ايه الاول. يعني انا ممكن في ظرف شهرين ابدا اعمل لك فعلا نتائج ملموسه في المشاريع عندك، وممكن اقعد شغال انا والفريق بتاعي 6 شهور عمال ورايح جاي وبتاع، والاونر عمال يدفع مستخلصات للاستشاري، فين طب النتائج؟ وطبعا بقى يعني كله عايز يلمس بسرعه نتائج على الارض، فمن الذكاء انك تحدد اولويات المنظمه الاستراتيجيه. رقم 2 تحديد اهم الوظائف اللي انت محتاج تحطها في المكتب، بناء حوكمه اداره المشاريع، بناء محفظة إدارة المشاريع ونظام إدارة المشاريع والبرامج، بناء القوالب والنماذج الفورماتس والتمبلتس، بناء الاي بي ام الانتربرايز بروجكت مانجمنت اللي هو البي ام اي اس، تطوير منسوبي المنظمة. طبعا هذه الأعمال إما بتتم على التتالي أو على التوازي طبعا مع بعضها حسب طبعا الانتر لينك اللي ما بينهم. طبعا الأدوات هنا ممكن تحليل الأعمال، الميتنجز، الانترفيوهات،
وداتا جاذرنج تكنيكس وديسيجن ميكنج وغيرها من الادوات اللي بنستخدمها. طبعا اكثر الادوات هي ادوات الداتا اناليسيس والبيزنس اناليسيس والانترفيوز. هيطلع معانا المفروض هنا مكتب اداره المشاريع مع كامل الوظائف بتاعته، الهيكل الحوكمي لاداره المشاريع اللي هو الهيكل التنظيمي والادوار والمسؤوليات والصلاحيات، الهيكل البنائي والتنظيمي للمكتب ومحفظه اداره المشاريع والبرامج اللي هو الهيراركي بقى، والبورتفوليو فين والبروجرام فين والاليه والاسس والسوبرفيزنج اللي بيتم من هنا لهنا ازاي بيتم، والريبورتنج والاسكليتنج التصعيد ازاي بيتم، والجفرنس بوينتس اخبارها ازاي، والسبونسرز من هنا على هنا يشتغلوا ازاي. ده كله لازم طبعا يكون واضح تمام الوضوح. منهجيه كامله طبعا لاداره المحافظ والبرامج والمشاريع كعمليات وسياسات واجراءات ونماذج وقوالب. ورقم 5 النظام الالكتروني، ورقم 6 تطوير منسوب المنظمه. طبعا الست نقاط دول او الست تسليمات دولت او الست اوت كامز دولت لو اعتبرناهم من هم اوت كامز، ممكن ياخدوا مثلا في المتوسط من شهرين في الشركات السمول بزنس الى ممكن سنه في البيج بزنس، من شهرين الى سنه. بقى في بعض الشركات 3 شهور، في 4 شهور، في 5 شهور، في 6 شهور، زي ما انت تحب، وعلى حسب النمبر اوف كونسلتنتس، وهل التيم افيلبل نعمل معاهم هايبريد ونشتغل بسرعه ولا العمليه. فطبعا بتعتمد على الريسورسز، على الفوليوم اوف بروجكتس، على النمبر اوف بي ام او امبلويز، على الابر مانجمنت سبورت، الفاينانشال كاش فلو، كل دي بتكون عوامل بتلعب في وقت انجاز هذه المرحله المهمه جدا. بعد كده مرحله تقييم مخرجات المشروع، قياس مهارات وقدرات الموظفين، انت طورت الموظفين وضربتهم، ايه طيب الدليل على كده؟ لازم نقيس العائد على التدريب. مراجعه اكتمال محددات نجاح المشروع، انت قلت لي هتعمل لي السكيدول، هتقلل لي جدول الزمن في المشاريع بنسبه 10%، هتقلل لي الموازنه في 5%، هترفع الجوده او الان سي ار او الكواليتي بيرفورمانس اندكس 10%، السيفتي بيرفورمانس اندكس هترفعه 10%، الريسك بيرفورمانس اندكس هتخليه ينزل 7%. كل ديت يا اخوان كي بي ايز لازم نقيسها ونشوف احنا حققنا منها النتائج ولا لا. طبعا القياس بيكون طبعا بعد تشغيل المكتب، يعني التشغيل المرحلي يبدا بعدها على طول اقيس الارقام دي. قياس البنفيت مانجمنت او البنفيتس رياليزيشن، مراجعه موائمه استراتيجيه المكتب مع الاستراتيجيه الخاصه بالمنظمه، وده مهم جدا ان يحصل موائمه او الاينمنت بشكل مستمر ما بين الشركه وما بين الاستراتيجيه بتاعت المكتب، اجراء التغييرات اذا لازم الامر. طبعا اثناء التنفيذ المشاريع الاستشاريه دايما بتبقى المشاريع اللي هي ما بتكونش واضحه، ليه؟ لان غالبا الاونر بيكون شخص جاهل بالشيء والاستشاري بيكون هو اللي عالم بالشيء. ده بيشتغل بدماغه غالبا يعني، وده بيشتغل بيعتقد ان الثاني هيديله اللي هو عايزه. هنا بقى بتحصل عمليه الايه؟ عمليه اللي هو ايه؟ اللي هو الفجوه. انا متوقع ان انت تعمل اللي انا عايزه، وانا متوقع اللي هعمله لك هيعجبك، بس في الاخر ممكن يحصل ايه؟ ما يبقاش مظبوط الموضوع ده. فاثناء المشروع بتلاقي بقى الاونر يقول له طب انا عايز كذا كذا، بس احنا ما اتفقناش على دي. لا انا بس خد بالك انا عايز المكتب يعمل كذا. لا لا ويعمل كذا. فغالبا بيكون النطاق مطاطي شويه، عشان كده من الافضل انت في المشروع يتحدد من الاول خالص السكوب اوف ورك، وده قلتها اول حاجه. يتحدد كذا نعمل ايه وايه وايه، ويتم تفصيل مخرجات كل زي ما انا كاتب كده كل مرحله. طبعا بالتفصيل مش زي ما انا كاتب في الباوربوينت، كل واحده من دول ممكن يعني تسليماتها تبقى عباره عن صفحه كامله مذكور فيها ايه هيطلع وايه وشكل حتى التسليمات اللي المفروض يبقى فيه كواليتي بلان. المفروض هذه المرحله لو استخدمت انا الادوات المبينه قدام حضراتكم هيطلع في الاخر تقرير الجاهزيه، هل الناس جاهزه ان المكتب ينطلق بشكل كامل ولا في ملاحظات؟ تقرير المنافع والفوائد المحصله حتى اللحظه والمتوقعه بقيه الوقت اللي هشغل فيه المكتب، ملخص اي تغييرات قد تمت او طرأت على اساس ان احنا نقدر نشوف ايه الفائده منها. بعد كده تشغيل المكتب بشكل كامل، وهنا برضو اغلب الناس بيعتقد ان المكتب ده يعني ايه كاني اشتريت سياره يعني لازم تمشي كلها. لا ما ينفعش انك انت تفكر بهذا المفهوم. المكتب ده يا جماعه بيكون عباره عن بناء يعني لسه كده بيحاول يعني يتكامل مع الاداره الماليه، ويتكامل مع اداره الاتش ار، ويتكامل مع الاداره الاستراتيجيه والاداره العليا الاداره التنفيذيه، ويتكامل مع المدراء اللي موجودين. التكامل دوت ما بيخلصش كده بسرعه، ده انت ممكن تلاقي ده وده مش طايقين بعض، تفاجئ ان العمليه مش ماشيه كويس. المكتب كمنهجيه مكتوبه على الورق كويس جدا على السيستم موجوده، لكن كتنفيذ الناس مش قادره لسه ما خدتش على الشغل ده على الطريقه ديت. وبالتالي انا دايما بوصي ان المكتب يشغل مرحليا،
على المشاريع الصغيره الاول، بعد كده ازود المشاريع شويه، ممكن ادخل المشاريع المتوسطه، بعدين ادخل مشاريع كبيره، ممكن اشتغل بالفول كاباستي بعد سنه من بدايه التشغيل الخاص بالمكتب. بيكون هنا طبعا اجتماع البدء، مراحل التشغيل، ادراج المشاريع، استلام الاستراتيجيه وتحديد المشاريع والبرامج المستقبليه، اصدار التقرير والداشبورد. المفروض اطلع من هنا بمتطلبات التشغيل، ممكن يكون في نواقص، محتاج اوظف حد زياده، محتاج ادرب حد تاني، محتاج استشاري معايا يتابعني شويه. تشغيل المكتب بكامل المراحل بتاعته، كافه المشاريع والبرامج بيتم ادراجها، وقلنا الكلام ده مش بيكون اول مره، ممكن كل ربع سنه كده كوارترلي. كمان تقرير كافه البرامج والمشاريع اللي هشتغلها، المبادرات يعني اللي هي منبثقه من الاهداف الاستراتيجيه لسنتين ثلاثه قدام، تقرير الاداء الشهري التشغيلي الاول، وفرص التحسين المستقبل. طبعا في مجموعه من البرامج التدريبيه بيقدمها المكتب، انه في الاخر انت عشان تبقى عندك مكتب اداره مشاريع لازم المجموعه اللي هتشتغل مدير المكتب والمجموعه البروجكت كنترولر، البروجرام مانجرز، البورتفوليو مانجرز، البروجكت مانجرز، البروجكت كوردينيتورز، الكوست كنترولرز، بلانرز، وهلم جره، كل الناس لازم يكون عندها تريننج بشكل مهم. مجموعه البرامج احنا بنتكلم على ست باكجات، ست مجموعات يعني، التخطيط الاستراتيجي، اداره مكتب، اداره المشروعات، البي ام بي، الاو بي ام جفرنس، البيزنس اناليسيس، دوره او برنامج كتابه التقارير ومهارات التواصل وبناء العلاقات. بنتكلم مثلا على هندسه القيمه او الفاليو انجينيرنج، بنتكلم على صياغه واداره عقود التشييد او العقود بقى حسب الشركه بتاعت حضرتك، اداره وضبط التكاليف لمشاريع التشييد او المشاريع عموما حسب الاندستري اللي شركتك شغاله فيهم، اداره الجوده بمشاريع التشييد، اداره المخاطر، مهارات الاكسل والعروض التقديميه المتقدمه، ودي مهمه جدا علشان التيم يقدر يتعامل بالنماذج والقوالب، يقدر يستخدم الكمبيوتر كويس جدا في اخراج العمل الخاص بيه. عندنا المجموعه الثالثه اللي هي الاوتوكاد، عندنا البي اي ام، عندنا اعداد المناقصات ومهارات التقدير كوست استيميشن او الكيو اس، الامن والسلامه الاتش اس اس اي، البلاننج والسكيدول مانجمنت، الاشراف والمتابعه لمشاريع التشييد، كل دي برامج تدريبيه مهمه جدا تكون موجهه كل واحد طبعا حسب التايتل بتاعه، يعني مش هدي الدوره دي لكل الناس، كل واحد هيشتغل في مكان حسب طبعا الهيكل النهائي بتاع المكتب والبري كواليفيكيشن بتاع كل بوزيشن للمكتب، بنحدد البرامج اللي المفروض الشخص ايه يتدرب عليها. ايضا بالنسبه للقيادات العليا، وده مهم جدا، البي ام او دايركتور والمجموعه اللي فوق، علشان هو هيتعامل مع اداره اعلى منه، فلازم الاداره دي تكون فيه شويه برضه المهارات، تكون فيه نوع من التجانس. فبنتكلم على التخطيط الاستراتيجي، ده برضه برنامج بيكون موجه للمنسوبي الاداره العليا، المدير التنفيذي، ممكن مدراء الاقسام، ممكن مدير مكتب اداره المشاريع، مدراء المحافظ، مكتب الاستراتيجيه في الشركه اذا كان موجود، اهلا وسهلا باعضاء مجلس الاداره برضه ممكن يحضروا، اعضاء اللجان الداعمه لمجلس الاداره، كل دول ممكن يكونوا يعني موجودين في التخطيط الاستراتيجي. زي ما حضراتكم شايفين ده برنامج من 17 محور. ايضا في برنامج اللي هو القياده الاداريه، وده برضه بيقدم لنفس المجموعه اللي احنا حددناها في الشريحه اللي فاتت، وده مقصود بيه طبعا تمكين او صنع قيادات، يعني انا بتكلم على مدراء الاقسام لازم يبقى عنده طبعا الى حد ما يعني على الاقل يقدر يعرف يتعامل مع التيم اللي شغال بيه، يقدر على الاقل يعني يقدر يعمل رفع للوعي القيادي عنده، يقدر يبقى عنده ملكات على الاقل وحس اداري جيد في التعامل مع الموظفين وبقيه الادارات المختلفه. ده برضه برنامج من 17 محور اسمه القياده الاداريه. في ايضا مكتب اداره المشاريع، وده المفروض البرنامج ده يقدم بدري، يعني يكون في البدايه او في الاول خالص علشان يبقى في اويرنس، ان ده بيبني اويرنس، بيخلي المجموعه اللي شغاله اللي هم السبونسر والمجموعه اللي موجوده مع الاستشاري والمجموعه اللي موجوده اوريدي في الشركه عندها فكره عن مكتب اداره المشاريع. فده برنامج برضه بيقدم ممكن في ورشه تدريبيه لمده يومين، ممكن يوم واحد 8 ساعات، ممكن 3 ايام على حسب يعني عدد الساعات والمحتوى ومستوى العمق الخاص بالمعلومات. طبعا بيكون ورشه تطبيقيه، كل البرامج اللي انا قلتها دي كلها ورش تطبيقيه ان هاوس تريننج، على تدريب على راس العمل، بهدف انه يبقى عندي يعني طبعا البرامج الاخيره اللي هو القياده
والاستراتيجيه ومكتب اداره المشاريع. لكن البرامج اللي قبل كده لا، بتبقى طبعا بالتفصيل حسب كل برنامج، ممكن 4 ايام 5 ايام، بيجنر وادفانسد ليفلز على حسب المستوى المطلوب الوصول اليه. جدول الزمن المشروع طبعا هو مش حاجه ثابته، اللي قدام حضراتكم ده مقترح، يعني ده مقترح ممكن حضرتك تعدل شويه في الموديل دي، تزودها شويه تقللها شويه على حسب طبعا حجم، زي ما قلنا الشركه، حجم المشاريع، عدد الموظفين، كل دي عوامل بتلعب. فريق الاستشاري نفسه اللي هم 5 6 10 15 4 3 هينشئوا بس ولا هينشئوا ويشغلوا، كل ده طبعا كلها عوامل بتلعب في الوقت خاص بالجدول الزمني. لكن يجب ان يكون هناك جدول زمني محدد من البدايه. ليه؟ لانه عدم وجود مكتب زمني، اما جدول زمني، بيخلي كل الاطراف يعني محدش عارف يعمل ايه، بقى في الاخر المشروع هيفشل. عشان كده اغلب مشاريع البي ام او بتفشل لعده اسباب، منها 1 عدم وجود مجموعه ديديكيتد للمشروع من الجهه المالكه، 2 غياب الكفاءه في فريق الاستشاري، 3 عدم وضوح الرؤيه والاستراتيجيه، 4 الجدول الزمني. دول 4 عناصر مهمه جدا، لو غاب عنصر فيهم بيفشل المشروع للاسف وما بيكونش نتائجه ملموس. الفريق اللي هيدير المشروع طبعا برضه ده تصور، ما هوش يعني برضه حاجه اساسيه، لكن في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الاغلب ممكن يمشي زي كده. يكون طبعا في لجنه توجيهيه من عند الاونر، مدير مشروع من عند الاونر، وبرضه مدير مشروع مقابل، بيكون طبعا في اي تي كونسلتنت وبروجكت مانجمنت كونسلتنت بزنس اناليست او ميثودولوجيست على حسب يعني المشروع، بيكون هو ده الفريق. وطبعا بيستعينوا طبعا معاهم باستشاريين تانيين على حسب الارياز اللي هم بيحتاجوا حد فيها، زي التريننج مثلا. التريننج ذكرناه من شويه، تقريبا بنتكلم على اكثر من 30 برنامج. ال 30 برنامج دول مش واحد اللي يقدمهم، طبعا هيقدمهم غالبا مش اقل من 10 15 استشاري ومدرب، كله حسب تخصصه. فتره التشغيل بقى لا، بيزيد شويه، بيبقى عندنا مدير الاداره، مدير المشاريع، مدير الاداره طبعا ممكن يكون الرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي على حسب، بيكون تحتيه مدير المشاريع، تحت مدير المشاريع مدير المراقبه وضبط المشاريع، ممكن نسميه البروجكت كنترولر، ممكن نسميه البورتفوليو مانجر، وات ايفر زي ما تحب، ممكن البي ام او اسيستنت عادي، كل ده ما فيش مشكله. مدير قسم الاشراف والمتابعه، المكتب الفني بتخصصاته بقى المختلفه. بعد كده عندنا مدير قسم الاشراف والمتابعه تحتيه مدراء المشاريع، الكنترولر تحتيه مخطط بلانرز يعني، او بنسميه اللي هو ممكن بلاننج مانجر، مدير تخطيط، وممكن كمان بروجكت كنترول مانجر، ده برضو ده يشتغل، ده هيقود الكوست كنترول والبلاننج في المشاريع. والتاني هيبقى مسؤول قوي عن الريبورتنج والكنترول على المشاريع. الاثنين يريبورت للمدير المراقبه والتحكم، مدير المراقبه والتحكم بياخد طبعا بعض الصلاحيات، يديهم توجيهات لمدراء المشاريع، ويقدر يعمل ريبورتنج للبي ام او دايركت. طبعا ممكن الهيكل ده كله يتخف، ممكن يبقوا 5 بس، ممكن 4 بس، كله بيتوقف يا جماعه على حجم الوظائف اللي هيقدمها لي مكتب اداره المشاريع، حجم المشاريع اللي تحته، كل ديت هي العوامل اللي بتاثر في العدد اللي موجود قدام حضراتكم هنا في الهيكل. نجاح المشاريع زي ما قلنا لحضراتكم، انت بتروح لشركه بتستثمر، هذه الشركه بتستثمر في المشروع، ما هياش قاعده بقى يعني تصرف على الفاضي. فلازم تصنف كده اهدافك الاستراتيجيه والمبادرات اللي هيقوم بيها المكتب من اول انشاء المكتب نفسه، الى 3 انواع: كويك وينز او اللي هي بنسميها المكتسبات الفوريه، اللي هي بتبقى في حدود 6 شهور، لا تتعدى 6 شهور، زي التريننج مثلا، زي بناء المكتب، زي. وفي مكتسبات اللي هي متوسطه المدى، اللي هي لا تتعدى 2 سنين، ممكن نعدلها نخليها لا تتعدى سنه، عادي جدا، الوقت هنا بياخده مش ثابت، انت حر فيها. والمكتسبات طويله المدى ممكن نخليها اللي هي اكثر من 2 سنين او برضو اكثر من سنه، حسب ما حضرتك تشوف. ترتيب الاهداف والمبادرات والاعمال بهذا النحو، على هذا النحو، ده يفيد جدا حضرتك انك تقدر تمكن البي ام او من بدايته يبقى له مكتسبات ويبقى له ارضيه، ما يبقاش شغال بعشوائيه جوه المنظمه. من عوامل نجاح المكتب طبعا حاجات كتيره جدا: وضوح الاستراتيجيه من الامور الاساسيه، دعم الاداره العليا اساسي جدا جدا جدا،
الموارد وتوفرها. التوعيه جدا مهمه ان انت تعمل تشينج مانجمنت زي ما انت شايف في الناحيه الثانيه، اداره التغيير. التوعيه هي السلاح اللي هيخليك تغير بنجاح. محدش عارف انت بتعمل ايه، محدش عارف انت بتعمل ايه، يبقى هتلاقي كله للاسف الشديد مش متعاون مع حضرتك. حوكمه رشيده يعني اليات واضحه لاتخاذ القرار ومتابعه الاداء، التزام من كل الناس الاستشاري والمالك، تشاركيه وتواصل، وده مهم جدا لان التشاركيه والتواصل تدعم او اتخاذ القرار والاجراءات بسرعه وفي الوقت المناسب. لما نيجي نتكلم على الريكومندد ريسورسز، طبعا انا كنت امبارح الحمد لله نشرت الكتاب الخامس السادس ليا في اداره المشاريع، وهو الاول في مكتب اداره المشروعات، اسمه بروجكت مانجمنت اوفيس استابلشمنت اند اوبريشن براكتيكال جايد، طبعا دليل تطبيقي بالتفصيل الممل ازاي حضرتك تعمل مكتب اداره المشاريع فروم سكراتش لحد ما يكون شغال وتقدر تعمل كي بي ايز وتقيس الاداء الخاص بيه. الكتاب الكتروني طبعا يمكن تحميله، موجود على المتجر بتاع الكتب بتاعتي على الانترنت، على الموقع اللي هو www.alsinousi.com www.alsinousi.com، ده ممكن اوصي بيه طبعا، انا مش عشان مؤلفه بس، لكن فعلا الكتاب جميل هيعجبكم، بسيط ومفصل يعني ما فيهوش دش خالص، تلاقي الكلام فيه قليل جدا، اقل حاجه فيه الكلام، تلاقي كله تشارتات رسومات توضيحيه نماذج قوالب ادله اجراءات، كله تطبيقي جدا جدا جدا، تقدر تستخدمه كمانيوال لبناء مكتب اداره المشاريع في المنظمه عند حضرتك. دي كانت المحاضره الخاصه بحضراتكم، انا دلوقتي بقى هتلقى الاسئله الخاصه بحضراتكم، هستوب كده الشير على الشات بتاع حضراتكم واشوف كده الاسئله اللي موجوده، ولو حد حابب يسأل أنا تحت أمر حضراتكم للإجابة على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. جزاكم الله خير يا دكتور أحمد، ألف شكر لحضرتك. أستاذن بس اللي عنده أسئلة يعمل بس رايز هاند، ودكتور أحمد إن شاء الله أتواصل معاه بإذن الله. أنا تحت أمر حضراتكم. الأمر لله يا دكتور، ألف شكر دكتور. الأسئلة؟ الاخوه الزملاء اللي عايز يسال يرفع ايده يعمل رايز هاند، والباشمهندس عمر هيديله الميكروفون. الباشمهندس محمد عوض بيقول بالتوفيق، جزاك الله خير باشمهندس محمد. المهندس فهد العنجري بيقول ما شاء الله، جزاك الله خير يا باشمهندس فهد. باشمهندس حسام وجزاكم مثله. لو حد عنده يا اخوان اي سؤال او استفسار تحت امر حضراتكم، احنا معانا وقت لسه نقدر نجيب على حضراتكم فيه. ان شاء الله المحاضره كانت واضحه يا دكتور. في حد فهد اتفضل. اتفضل. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. دكتور احمد انا اقول ما تفضل صوتك بس جاب ورجع تاني. باشمهندس فهد. تقريبا خرج من القاعه. ممكن في بعض الزملاء طبعا يا اخوان، الاخوه اللي بيشكروا جزاكم الله الف خير، يعني سعداء بهذه. الو الو تفضل يا فندم سامعينك تفضل. طيب اول شيء يا دكتور احمد اول شيء السلام عليكم. ثاني شيء ان انا عندي قناعه ان القدره على انتقاء الايجابيات لا تقل القدره على انتقاء السلبيات. وبالتالي انا اعتقد ان هذه من افضل المحاضرات اللي حضرتها صراحه. الله يعزك. ما شاء الله عليك على السهوله والسلاسه في المعلومات وكذا. انا بس عندي سؤال واحد دائما يغيرني، دائما يحيرني. احنا الان البي ام او هل اصبح الان حاجه ملحه الحين حاليا؟ وهل الناس الان لما يعني من خبرك لما تجي تطالبهم بالتغيير ما تلاحظ موجه في التغيير؟ لانك انت يبدو لي انك
وانت تشرح ثقافتنا انك تنتزع صلاحيات، وهذه مهمة عندنا صعبة في بعض الشخصيات، فودي يعني تعطيني نصائحك في مثل هالامور هذه. ابشر تحت امرك يا استاذ فهد، وانا سعيد جدا بحضرتك معانا والله وبالزملاء الاعزاء. اخد سؤال الاستاذ فهد وبعدين ناخد باقي الزملاء اللي كانوا عاملين رايز هاند من لحظات. البي ام او طبعا انا الحقيقه طبعا ايدي في الموضوع وشغال في الموضوع، وبنقل لحضراتكم المعلومه الاكاديميه والمهنيه، وفي نفس الوقت كمان صدى السوق نفسه. الحقيقه البي ام او بدون وجود شركه ككيان كامل قويه تحوكمها من اول مجلس الاداره فوق، اداء كاسب وارباح للمساهمين وادارات محترفه وهيكل تنظيمي واضح، لن ينجح. لان انت كانك بتتكلم على موتور مرسيدس او بي ام دبليو، هتحطه في سياره معلش نوع بقى من الانواع اللي هي الرديئه اللي هي ضعيفه جدا، لا يمكن يشتغل والسياره تتحول، لان الموتور بس لكن باقي الاجزاء ضعيفه. فنجاح جزء من المنظومه بي ام او كوحده مرتبط بنجاح المنظومه وقوه المنظومه نفسها. فانا لما بروح شركه وبقابل الاونر، ثقافه الاونر او المسؤول بتعكس لي قوي الناس دي هتقبل العرض الفني اللي هنقدمه احنا ولا مش هتقبله، عوضا عن ان الكلام اللي هنقدمه بعد كده هينجح اصلا مش هينجح في الشركه. فالحقيقه ثقافه الشركه ده عنصر نجاح، جوده تنظيم الشركه عنصر اخر، الكوادر اللي بتمتلكها الشركه، وايمان الشركه نفسها بالمشروع، لانه في الاخر المشروع هو عباره عن ايه؟ اداره المشاريع بكفاءه وفاعليه. بس يعني ايه كفاءه؟ يعني بستخدم الادوات الصحيحه في اداره المشاريع. يعني فاعليه؟ يعني بستخدمها صح بس، وده ينعكس اكيد على نتائج المشاريع. هل انا المكتب ممكن يخسر؟ ممكن المكتب يبقى فاشل جدا وموظفين قاعدين بياخدوا مرتبات ومش بيعملوا حاجه. ممكن المكتب يبقى زي قلته. ممكن يحصل، كل ده ممكن يحصل. النهاية يا اخوانا بنتكلم على عوامل النجاح اللي انا رسمتها لكم ديت في التشارت، والملف ان شاء الله يكون معاكم بكره. لازم تكون العوامل دي كلها موجوده، دعم من الاداره العليا، هيكليه واضحه، استراتيجيه واضحه، كوادر مؤهله، خطه واضحه واهداف ومقاييس نجاح. بدون دول مش نقدر نوصل. معارضه التغيير وعلاجها امر مهم جدا عليك وعلى الاداره العليا. ان لم يكن معك اداره عليا تؤمن بالمشروع وتدعم المشروع، للاسف شديد حته التاثير على الموظف الثاني وهو لاخره. احنا كنا شغالين في فريق مشروع استشاري من فتره، الحقيقه كان الاونر حد محترم جدا، اي ما كذا كذا يكلم الناس، تعالى يا فلان يا فلان يجمعهم وكذا كذا كذا، على طول الامور كانت بتمشي بسلاسه. انما لو هو ما بيعملش كده وتروح لواحد مثلا مدير اداره، ما هو مدير الاداره عنده شغله اليوم الاعتيادي، هل هو يفضي نفسه لحضرتك مثلا؟ طبيعي انت بالنسبه له اولويه ثانيه، لكن انت بالنسبه لك المشروع اولويه اولى. فهنا بيكون برضه دعم الاداره العليا اساسي جدا في ازاله اي عوائق للتغيير. اتمنى يكون يعني الاجابه وافيه لحضرتك. في احد الزملاء لحد الباشمهندس عمرو بما يختار اللي هيجاوب او اللي يسال بعد كده، مهندس حسام بيقول اي بي ام او كيف يمكن الحصول على شهاده؟ البي ام او لا، ملوش بقى جهه واحده بتعمل له شهادات، في البي 3 او تبع اكسلوس البريطانيه ممكن تحصل عليها، وفاونديشن ليفل وبراكتيشنر ليفل. في كمان اللي هو البي ام او تبع البي ام او الاينس برضه ديت معروفه، وكان في البي ام او سي بس خلاص بقى هم وقفوها في شهر 6 الحالي ما عادوش بيقدموها. فهو في كذا جهه بتقدم بي ام او، تقدر تخش على جوجل وتعمل سيرش هتلاقي كذا جهه، اي جهه من دول يعني كافيه جدا انك انت تبقى مؤهل في مكتب اداره المشروع. هل في شهاده حضور؟ نعم الاخوه هيدوا شهاده حضور ان شاء الله، وبارك الله فيكم باشمهندس هاشم. بحيث اداره المشروع اداره المشاريع مجال صعب رغم انه بسيط مش معقد، نصيحتك تكون انا الاداره يا اخوان. بالعكس الاداره من الحاجات اللي هي الجميله، لان الاداره بتنعكس مجرد ما انت بتقراها او بتتدرب عليها على طريقه تفكيرك وتعاملك اليومي. يعني انت دلوقتي نازل هتروح مثلا البقاله، هتمر على الصراف تجيب فلوس، هتعمل حاجه. انت لو شخص منظم بتقوم عامل كده حسبه سريعه، انا همر عليه الاول اعمل ايه الاول، طب انا الطريق بتاعي كده المفروض امر كذا اعمل كذا، يبقى انا هاخد الطريق ده علشان اخلص الثلاث حاجات دولت في 5 دقائق بدل ما اخد الطريق ده واخلصهم في ربع ساعه. اللي انت عملته ده طريقه تفكير اداريه، انت فكرت كده من منظور اداري. يبقى اول حاجه عشان احب الاداره ان انا اطبقها في حياتي، ابحث عن استخدامها ازاي في شغلي عشان اقرا بقى واطبق اللي بقى بقراه، احاول اشوف فيديوهات، احضر دورات، اقرا كتب،
واطبق اللي باخده ان شاء الله مع الوقت تبقى الامور بالنسبه لك سلسه جدا. وجزاكم الله خيرا، ان شاء الله الماده هتكون عندك. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل الله يحييك. مهندس اتفضل. عادل توفيق، مهندس عادل توفيق رئيس قطاع في شركة المقاولون العرب في مصر. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا بنشكر حضرتك شكر جزير على المحاضرة اللي ما شاء الله اتقدمت باحتراف شديد وكنترول اوف تايم وشرايح بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا وواضحة، يعني مش عاوزة ايه شرح ما شاء الله يعني. فالسؤال بقى حضرتك، بالنسبة انا يمكن بس كان النت عندي انستيبل في البداية، ما حضرتش المقدمة بتاعت المحاضرة، فكنت عاوز اعرف يعني احتمال يكون حضرتك اجبت على هذا السؤال في المقدمة، يعني ايه العلاقة ما بين البي ام اي ميثودولوجي وما بين البي ام او؟ هل دي بتختلف عن دي ولا ديت منهجية مختلفة يعني؟ حاضر. وايه هو دور البروجكت مانجر في منظومة مكتب إدارة المشروعات؟ البروجكت مانجر هو البروجكت مانجر في مفهومنا في البي ام اي ولا لا؟ حاضر حاضر، اتفضل يا فندم. تحت امرك يا باشمهندس عادل، سعداء جدا بالباشمهندس عادل. بالنسبه للبي ام اي، البي ام اي طبعا هو طبعا انا عارف هو قصده، طبعا البي ام اي قصده على منهجيه البي ام بي اللي هي بتاعت اداره المشاريع، لان البي ام اي طبعا عنده اصدارات كثيره جدا في اداره المحافظ والبرامج والحوكمه وتحليل الاعمال والريسك والسكادولينج وحاجات كثيره جدا. فهل لا البي انا اقصد البي ام بي. نعم، ما انا بقول لحضرتك نعم. هل البي ام او هو طبعا البي ام او يا اخوان هو ده مسمى للسيكشن اللي جوه الشركه اللي بيتولى زي ما عرفناه في بدايه المحاضره ان هو يقدم الممارسات والمنهجيات والادوات اللي هتدير بيها حضرتك المشاريع علشان في الاخر تمشي بكفاءه وفاعليه. تمام كده؟ ممكن نسميه ديبارتمنتال بي ام او، انتربرايز بي ام او، برانش بي ام او، مفيش مشكله. اذا البي ام او ليس له شكل واحد، ليس له تفصيل واحد، ليس له منهجية واحدة. أنا عندي كتاب وكتير جدا عندهم كتب في البي ام او، كل واحد يتكلم بمنهجية مختلفة شوية عن التاني. إذا هناك فارق ما بين البي ام اي أو البي ام بي والبي ام او من حيث الاستراكشر والهيكلية، دي واحدة وثابتة وجهة واحدة اللي بتقدمها، ودي بيتنظر لها من كذا منظور مختلف. تاني فرق إن البي ام بي بتتكلم على مدير المشروع اللي هو بيقود المشروع، ايه اللي بيقوم بيه، ايه العمليات اللي بيستخدمها عشان يدير المشروع من الاول لحد الاخر. اما البي او بتتكلم على المكتب نفسه اللي هو بيدير المشاريع، فده يعتبر اداره او قسم، ودي تعتبر ايه، دي تعتبر او ده يعتبر موظف، او بنتكلم كده على شغل مدير المشروع لوحده. فده قسم، ازاي القسم ده يشتغل في مكتب اداره المشاريع بالادوار اللي جواه كلها، ودي بتتكلم فقط على مدير المشروع لوحده. هل مدير المشروع، السؤال الثاني في البي ام اي، في منظور البي ام بي اللي احنا قلنا عليه من لحظات، اللي بيقوم بالمهام بتاعت الخمس مجموعات عمليات، هو نفسه بتاع البي ام او؟ لا، ممكن انا اجي لك انا كمدرسه بي ام اي واعمل لك المكتب عندك واظبط لك التيم بتاعك او البروجكت مانجرز زي البي ام اي بالظبط، واعمل لك اداره المشاريع زي بتاعت البي ام اي بالظبط. ممكن واحد يجي على المدرسه البريطانيه بتاعت اكسلوس، لا، يستخدم البرنس 2. ممكن واحد يمسك المدرسه بتاعت الايزو ويشتغل على مدرسه الايزو بتاعت اداره المشاريع. ممكن واحد يجي بقى مدرسه الاي بي ام اي او حاجه غير دول خالص ويعمل لك. اذا ليس هناك منظور واحد للبروجكت مانجر. المنظور يحدده الاستشاري اللي هيعمل على مكتب اداره المشاريع. هل المكتب له شكل واحد لكل الشركات والمنظمات؟ لا، لا يوجد شكل واحد. لكن البي ام اي واحده، البي ام او البروجكت مانجر بتاع البي ام اي له منهج واحد او دليل واحد اللي هو البوم بوك اصدار السنه. تحت امرك. يعني اقدر اقول يعني ان صح التعبير ان البي ام اي ده سوفت وير والبي ام او الهارد وير المكتب نفسه، ولا مفهوم غلط؟ لا خالص. البي ام بي عشان ابسطها لحضرتك، انت عندك المكتب بتاع اداره المشاريع ده فيه كم مسمى وظيفي؟ فيه كم مسمى وظيفي يا باشمهندس عادل؟ المكتب فيه مسميات هيكل كامل يعني. الله ينور على سعادتك. يبقى انت بتتكلم كده على
ازاي ابني الهيكل ده وانشئه، انت حضرتك مدير قطاع كانك بتعمل يعني مكتب لاداره القطاع اللي حضرتك فيه، الهيكل بتاع القطاع كله بقى فيه مدير قطاع ونائب مدير قطاع وقسط ومكتب فني وما اعرفش ايه، اتكلم على مسميات ممكن تبقى 20 مسمى وظيفي، مسمى وظيفي نعم. اما البي ام اي بتتكلم على اللي هو البي ام بي، يعني بتتكلم فقط على الدليل اللي المفروض يمشي عليه مين؟ مدير المشروع بس. مدير المشروع. يبقى انت بتتكلم فقط على احدى المسميات الوظيفيه اللي موجوده جوه مكتب اداره المشاريع. جوه المكتب. واضح تمام. حضرتك؟ وصل وصل يا فندم. حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. الله يكرمك. تمام. شكرا لحضرتك. الباشمهندس محمود عبد الرازق، اتفضل. وعليكم باشمهندس احمد. بس تعالي صوت حضرتك يا باشمهندس، انا مش سامعك. وعليكم باشمهندس محمود. باشمهندس احمد حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بس لو تعالي صوتك شويه اذا امكن. جا كويس؟ ايوه تمام، اتفضل. الله يحييك، اتفضل. بقول لحضرتك يعني هو دلوقتي في البي ام او، هو ممكن المشروع بحد ذاته يتعمل له بي ام او، بي ام او مثلا بعيد بغض النظر عن الاداره نفسها، يعني مثلا المشروع سكيلو كبير شويه، محتاج ان انا ابقى عامل فيه اقسام اصلا كتيره، يعني فاحتاج اعمل بي ام او، وفي بي ام او كمان اعلى منه في الاداره بتاعته. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا مثلا في علاقه طبعا بالاستشاري والمقاول والمالك، وهل كل واحد من دول هيعملوا بي ام او برضه، هيبقى في كوميونيكيشن بينهم البي ام اوز دول كلهم، ولا بيبقى في حاجه واحده رابطه بينهم هما الثلاثه؟ حاضر. وحاجه ثالثه، المشاريع اللي هي سكيلها صغير، يعني في مشاريع اصلا يعني مش محتاجه اصلا كم مهندسين كتير، ممكن تلاقي فيها مهندس او اتنين مثلا، المفروض هتعمل ده كله مع بعضه، يعني تعمل شغل اداره المشروعات تقريبا، كوست كنترول وبلاننج وكلام من ده، ممكن تعمله مع فرد واحد، مفيش تخصص يعني تقريبا يعني. نعم. ده هيتطبق فيها الكلام ده، ولا هتبقى تبع مثلا تبع الاداره بتاعتها هي اللي تقوم بالدور ده؟ تمام. حاضر. تمام كده. كلها جميله جدا يا باشمهندس. اولا السؤال الاول، البيم هو هل ينفع اعمل بروجكت مانجمنت اوفيس؟ نعم. الشركه الكبيره يا اخوان بتاعت المطارات والمواني والميجا بروجكتس بيبقى فيها بي ام او ليها هي، مستقل لفريق كبير 50 60 شخص، يحتاجوا طبعا يكون عندهم مكتب اداره مشروع، مكتب اداره مشروع في مشاريع بقى اسمه بروجكت مانجمنت اوفيس، وبيكون سب من البي ام او اذا كان موجود في المنظمه، وان ما كانش موجود خلاص بيكون هو فقط اللي موجود هنا. ده بالنسبه لاول سؤال. العلاقه بين اطراف المشروع يا اخوان طبعا علاقه يربطها العقد. انا كاستشاري حسب العقد المبرم مع حضرتك، لو انت طالب مني ان انا اعمل مكتب اداره مشروع وموظفين محددين وده خبره 15 سنه وده كذا، هعمل كده. مش محدد انت ده في العقد، فانا بدير بالار اي وخلاص، احط التيم بتاعه شغال عادي في الاستشارات. بالنسبه للمقاول نفس الكلام برضو، انا في العقد اللي بيني وبين حضرتك هل شارط عليك في العقد انك تحط لي بي ام او جوه المشروع لاداره المشروع؟ اللي ما كنتش شارط كده بيبقى الموضوع بقى اختياري للمقاول. هل المقاول نفسه كمقاول عنده في شركته بي ام او ولا لا؟ هل المقاول نفسه شايف ان المشروع ده ميجا بروجكت زي ما قلنا من لحظات ويحتاج ان هو يحط له بي ام او؟ دي برضه ترجع للمقاول نفسه. نفس الكلام بالنسبه للمالك برضه، هو عنده بي ام او ما عندوش، دي ترجع له. لكن هل الاطراف تفرض على بعضها؟ اللي يفرض او ما يفرضش العقد اللي موجود بين المالك والاستشاري من ناحيه، وبين المالك والمقاول من ناحيه ثانيه. تمام كده؟ المشاريع الصغيره طبعا بلا شك، انا بتكلم على كوست ريدكشن، مش معقولة جدا مشروع فيه واحد او اثنين اقول له بقى حط لي بلان. لا طب مش شرط طبعا يا اخوان، مركزيا المكتب نفسه هو اللي بيعمل لك، المكتب الفني بيخدم على المشاريع، البلانر بيخدم على المشاريع، الكوست كنترول بيخدم على المشاريع، فبيكون سنترلايزد بي ام او بيدير الفانكشنز دي كلها على مستوى المشاريع السمول ديت، وفقط بيكون في مهندس او اثنين بيقوموا بالاعمال اللي هي محتاجاهم ان هم يكونوا فيزيكالي موجودين جوه المشروع. تمام كده؟ عظيم. تمام. مين معاك؟ الباشمهندس عادل طارق، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور احمد، بشكر حضرتك يعني على المحاضره الجميله دي، وربنا يجازيك عننا كل خير ان شاء الله. اهلا بيك، الله يحييك. كان عندي سؤال بس بالنسبه للريسبونسبيلتي بتاعه مهندس التخطيط، لو هو شغال مع
بي ام او، او ان هو شغال عادي بلانر في شركه مقاولات، سواء كان هو مقاول او استشاري او اونر. هل هي نفس الريسبونسابيلتيز بتاعتي ان انا هيكون مطلوب مني مثلا ان انا اعمل بيز لاين، وان انا اقدم الكاش فلو والريبورتس والكليمز والكلام دوت؟ يعني ايه الفرق بين البلانر اللي شغال في مكتب بي ام او وما بين البلانر اللي هو شغال عادي مع مقاول او استشاري او مالك؟ حاضر حاضر حاضر. عندك أسئلة تانية ولا بس ده؟ الكتاب بتاع حضرتك لو انا اشتريته هيبقى هاخده سوفت وهارد كوبي، ولا هتكون سوفت كوبي فقط؟ لا هو متاح بس حاليا سوفت كوبي، انت عشان بقى موضوع كورونا والنقل والبتاع والتباعد الاجتماعي، فاحنا حلو فقط سوفت كوبي. فانت تمام. مجرد ما بتخلص العملية على الموقع بيجي لك على طول الداونلود لينك، بتحمله عندك على طول. تمام، واشكر حضرتك جدا. تحت امر حضرتك. سؤال باشمهندس عادل بيتكلم، سؤال بيقول انا كبلانر دلوقتي انا شغال في بي ام او وموجود في البلانر. يا اخوان هو اسمه بلانر. لو كان جونيور بلانر بيكون جونيور بلانر عادي اللي بيعمل الشغل العادي بتاع المشاريع الصغيره. لو كان سونيور بلانر بيكون عنده مهام اكتر، عشان ممكن يعمل كليم مانجمنت، ممكن يبقى شويه معاه كوست كنترول حته كده، او بيتابع مع كوست كنترول، بيعمل ريبورتات، بيتابع يعني بيعمل ريبورتات، يبقى مسؤول هو عن الريبورتات، ياخد شويه حته كده من البروجكت كنترول. ممكن بقى بلاننج مانجر. غالبا بيكون اللي في البي ام او اسمه بلاننج مانجر، مدير تخطيط، مش بلانر، مش جونيور بلانر او سونيور بلانر. واذا كان حتى هو جونيور بلانر جوه البي ام او، فبيكون غالبا متكلف بالتخطيط لمجموعه من المشاريع الصغيره، فبيكون هو نفس الشغل بتاعه بالظبط اللي موجود في المشروع نفسه، بريمافيرا والابديتس والريبورتات والشغل اللي انتوا عارفينه كله بتاع البلانرز العاديين دول. بس مين تاني معانا يا اخوان عنده سؤال؟ تمام، الباشمهندس صادق يحيى، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور على المحاضرة القيمة، صراحة استفدنا استفادة كبيرة إن شاء الله. الله يحييك. طيب، من خلال المحاضرة الحاجة اللي فهمتها إنه مكتب إدارة المشاريع إنه هو جزء أو كيان داخل المؤسسة، يعني هو جزء من المؤسسة، فبالتالي معناتها مع يعني هيكون موجه، مكتب موجه، بمعنى إنه هيكون فيه مثلا إدارة عليا ممكن توجه المكتب، فبالتالي ما هيكون فيه استقلالية. فدار أعرف يعني اللي بيحدد إنه دور المكتب، مين اللي بيحدد دور المكتب؟ مثلا إنه يكون هو مكتب سبورتيف داعم، لانه ممكن يكون فقط سبورت في يدعم بس ما اكثر من كده، او يكون مثلا دور، ممكن يكون دور دايركتيف اللي هو الدور بتاع الاداره المباشره، بمعنى انه هو اللي يعين مدراء المشاريع وهو اللي هيتحكم في كل شيء، يعني هو بدون التدخل من الادارات العليا. فاذا معناتها التعريف بتاع المكتب هيكون ما بين انه داعم سبورتيف او يكون مثلا دايركتيف دور او كنترول. مين اللي بيعرف الدور بالضبط بتاع المكتب؟ الاداره العليا، ولا هو بيعرف نفسه بنفسه، بيدي نفسه هو الصلاحيات الكامله؟ وشكرا جزيلا دكتور. شكرا. يحييك الاخوان الصادق، الله يحييك. الله يحييك. طبعا يا اخوان موضوع الاستقلاليه دايما لما بنتكلم على الاستقلاليه، مفهوم الاستقلاليه يعني مفهوم يعني اللي هو ايه؟ هو منع تضارب المصالح. لما اقول استقلاليه اداره جوه الشركه معناها انا عايز امنع تضارب المصالح. فاستقلالية المكتب تعني عدم وجود تضارب مصالح جوه المكتب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما يكونش مثلا في حد جوه المكتب، تمام، وله شغل جوه الاداره الماليه او له شغل جوه اداره المشتريات، وبالتالي ممكن يكون بيستفيد من موقعه هنا او هنا. لكن من حيث تحديد حجم الصلاحيات بتاعت المكتب اللي هو كنترولنج او دايركتيف او سبورتيف او غيره من المستويات المختلفه، ده بيحددوا مين؟ بيحددوا في بدايه الميثاق بتاع الايه؟ المكتب نفسه، مش كنا في الاول في المراحل بتاعت المحاضره معاكم ان شاء الله مسجله وكذلك الملف. كنا في الاول في حاجه اسمها الميثاق، الميثاق ده هو اللي بيحدد الرود ماب بتاعت المكتب. احنا هنطلعه سبورت في الاول اول 3 شهور، كنترولنج ثاني 6 شهور، معرفش ايه، ده كله بيبقى متحدد في الخطه التفصيليه وفي الميثاق بتاع الايه؟ بتاع الميثاق ده. مين اللي بيعتمده اصلا؟ هي الاداره العليا بتاعت الشركه. هل معنى كده الاداره العليا مجرد معتمد حجم الصلاحيه بتاعت المكتب انها ما ينفعش ترجع في الكلام ده؟ لا، عادي جدا، وارد يا اخوان. بتفترض، تبني على فرضيات. الفرضيات ديت
ممكن تكون مش صحيحه. يعني بعد ما نخلص ونيجي نشتغل نلاقي الشباب مش ماشي، العمليه مش ماشيه قوي، الجماعه اللي في المشاريع يعني شويه مش عاجبهم القصه بتاعت البي ام او ده والتمبلتس والفورماتس واعمل لي كذا وسوي لي كذا وبتاع، الجماعه اللي قدام مش حابين الجماعه الجداد وحاسين ان حد جاي ينط عليهم خد بي ام او. فهنا بتبقى احيانا هذه التحديات اللي بتحصل في الواقع ممكن نخلي كاداره عليا تسحب شويه من الصلاحيات. ليه؟ عشان تبقي على وجود توازن جوه المنظمه، ما يحصلش صراعات ما بين الاقسام المختلفه. ليه؟ قبل كده كانت الاداره من هي بتعمل تخطيط الموازنه، هي اللي بتحط المبادرات ومظبطها والعمليه ماشيه بمزاجها، انت سحبت منها الحته وانت اللي بتخطط وبتعمل. جماعه مكتب الاستراتيجيه هو اللي كان ماشي موضوع المبادرات والحافظ والى اخره، وانت دخلت خدت منه حته. فعمليه الاستراج اللي بيحصل جوه المشاريع ده جوه المنظمه ده احيانا في الاوليه يتم تحديدها في الميثاق وفي خطه انشاء المكتب. هل يتم تعديلها بعد كده حسب الحاجه؟ نعم قد يتم تعديلها حسب الحاجه. رابط احد الزملاء بس بيسالني على رابط الكتاب بتاع المتجر www.alsinusi.com، ده اللي هو رابط المتجر على الانترنت لو حضراتكم حابين يعني تزوروا المتجر. تحت امر حضراتكم. مين معانا يا اخوان عنده سؤال تاني؟ هل في حد من السادة عنده أي أسئلة؟ لو سمحت يرفع إيده بس. في أحمد ربيع، المهندس أحمد ربيع بيقول أنا لسه طالب، حضرتك تنصحني بما شاء الله. أنا مبسوط جدا يعني بيقول لي على لينكد إن أحيانا جدا بلاقي ستودنت لسه بيبعت لي كونكت، وفرحان جدا لما الاقي طالب. انا كنت في الكليه ما كناش يعني لا نعرف الحاجات دي كلها، فما شاء الله كويس جدا تلاقي طالب حضر محاضره زي كده. برافو عليك انك حريص انك تتعلم، حريص كمان انك تبادر وتسال، مش حاضر كده عشان يعني تقضي وقت وخلاص. فربنا يوفقك باشمهندس احمد في البدايه، وشد حيلك على طول، خليك كده يعني نشيط في الاجازه في التدريب والحضور والقراءه. تنصحني بايه عشان اكون بي ام او؟ اول حاجه لازم تتخرج الاول، لان انت عشان تشتغل في اداره المنشاه لازم تكون خلصت البكالوريوس. بعد ما تخلص بكالوريوس لازم تنزل الاول تاخد خبره كده في المشاريع مده سنتين ثلاثه، تكتسب حس بقى المقاول او حس الاستشاري، تعرف بقى التفاصيل اللي جوه، وتبدا يبقى عندك يعني كده الايه البروجكتس. في الفتره دي بتاخد بقى ممكن شهاده البي ام بي، دي هي الباب بتاعك انك تخش في اداره المشاريع، وبعد كده تبدا تاخد بقى شهادات ثانيه زي البي جي ام بي والبي اف ام بي وغيرها من شهادات اداره المشاريع اللي ترتقي بعد كده ممكن لسونيور بروجكت مانجر او بي ام او مثلا كوردينيتور او بي ام او كنترولر او بي ام او مثلا مانجر ان شاء الله باذن الله. لكن كبي ام او انت مش هتقدر تكون بي ام او قبل 10 سنين، يعني مش اقل من 10 سنين من تخرجك عشان تكون بي ام او، لانه اغلب الشركات ما بتعينش بي ام او الا اذا كان حد يعني على الاقل سنا اكبر شويه، او يعني خبره وعلما يكون اعلى من اعلى مدير مشروع في الشركه، لان هو بيديره يعني المفروض يكون اعلى منه. شيري بتقول انا طالبه وحاضره والمحاضره فعلا كويسه. ربنا يوفقكم جميعا، نشد حيلكم يا باشمهندسه والزملاء الاعزاء، واحنا سعداء بكم جدا جدا. مهندس عادل بيقول يور بي ام او بوك از ان انجلش، بالانجليزي كتاب بالانجليزي يا باشمهندس عادل، كتاب باللغه الانجليزيه. لا باشمهندس احمد بقى صحيح اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ ان شاء الله طيب. الله يحييك يا باشمهندس احمد. بالنسبه لمكتب اداره المشاريع، انا بتكلم عندنا مكتب اداره المشاريع، احس انه وظيفته ما هو المتابعه بين الادارات المعنيه بالنسبه للمشاريع. شايف انه بس انه اغلب الاوقات انه بس يسال سؤال، يعني المشروع الفلاني فرضا احنا نكون طالبين مشروع واللي حنفذ المشروع اداره الصيانه، فتيجي المشاريع تتابع عندنا احنا يعني ايش صار في المشروع. اشوف انه اداره المشاريع هل انه هو بيده متابعه المشروع من بدايته الى نهايته، ولا اسال اللي هو فرضا احنا الاند يوزر يسالنا احنا ايش صار في المشروع بس. تمام.
والله طبعا سؤالك جميل يا باشمهندس احمد ومهم. اغلب الشركات يا اخوان بيحطوا البي ام او، هو اسمه بي ام او لكن هو يعني بيكون عباره عن سبورتيف بي ام او. اللي هو يعني ايه سبورتيف؟ يعني بيسبورت بشويه تريننج، يعمل شويه تقارير للاداره العليا، يسال زي حضرتك كده ايه الاخبار، يجمع شويه معلومات من هنا ولا من هنا. وده بيكون في بعض الشركات اللي هي شويه مش ناضجه في مكتب اداره المشاريع، يعني هو ايه بيكون في بداياته كده. او الشركات اللي بتعتمد على مدراء المشاريع في الاساس، هم يعني اللي فيهم الخير والبركه، هو مدير المشروع هو كل في الكل، يمسك المشروع بتاعه بمشترياته بتعاقداته كله ويقوم عليه. ده هو تقريبا غالبا النوعيه ديت هي اللي بتستخدم السبورت بي ام او. وبيكون طبعا في موظف ولا اتنين كده، واحد ومعاه دوكمنت كنترولر وبيعملوا الكلام ده كله. طبعا الكلام ده الحقيقه ملوش يعني مش مفيد وملوش ما بيحققش اللي احنا بنقوله دلوقتي خالص. لا في ستاندرزيشن للميثودولوجيز، ولا في جوفرنانس، ولا في بورتفوليو، ولا بروجرام مانجمنت، ولا في بنفيت مانجمنت، ولا في بريوريتيزيشن للمشاريع. ما فيش كل الكلام ده كله، مش هتلاقيه موجود خالص، جاست شويه ريبورتات وخلاص. المهندس احمد نشاط بيقول طلبات التغيير الغير معتمده هل تحفظ في ملف المشروع؟ ده سؤال بي ام بي ده. طيب حاضر. طلبات التغيير غير معتمده طبعا كل الملفات بتاعه المشروع، الريبورتات والدروس المستفاده وكل ده بيروح لفين؟ بيروح لحاجه اسمها الاصول الاداريه. بيروح لحاجه اسمها الاصول الاداريه. اذا كان في تشالنج انت قابلته، تحدي شفته، فايده استفدتها من تغيير معين او رفض تغيير معين، بتحطها طبعا في الدروس المستفاده، وبتسافر برضو على حاجه اسمها الريبوزيتوري، نوليدج ريبوزيتوري، او اللي هو بنسميه المستودع، او الليسنز ليرند ريبوزيتوري اللي هو مستودع الدروس المستفاده. كم ميثاق للمشروع؟ هو ميثاق واحد بس بيتعمل للمشروع من جهه الاونر. اما المقاول ممكن يعمل ميثاق داخلي له هو من جوه العقد اللي بيوقعه مع المالك، لكن المالك نفسه هو بيبقى عنده ميثاق داخلي، والاستشاري بيبقى عنده ميثاق داخلي منبثق من التعاقد بتاعه. كل ميثاق من دول بيعكس اهداف الشركه الاستراتيجيه. مهندس احمد الخولي بيقول في بعض الاحيان بعض الشركات المولات، ولكن بعد فتره بيتم تبدا معاه المكتب الغاء بتلغي، لانه زي ما قلت لحضرتك الناس ما لقتش له فايده، مدير المشاريع ما كانش شخص ناضج قدر يعني يفرض نفسه، مش يفرض نفسه يعني ان هو ياخد ينتزع الصلاحيات زي باشمهندس فهد كده ما اتكلم في الاول، لا هي مش غابه، لا ما قدرش ان يسوق للمكتب، ما قدرش ان يحمل كوك وينز في الاول. الادارات الاخرى بقى اللي هي كانت حاسه ان المكتب ده جاي يزحمهم في الصلاحيات بتاعتهم، ده يعني للاسف نجحوا في ان هم يجهزوا عليه ويبرزوا سلبياته. الحرس القديم جوه الشركه احيانا جدا ما بيعجبوش، مين اللي جاي ده مدير علينا ده، ما احنا كنا مننا فلان وبتاع، برضه بيكونوا تشينج ريزيستورز. كل دي بتؤدي للاسف في الاخر لفشل المكتب. احد الزملاء بيقول انا طالب هندسه خريج، بحب اداره المشاريع بسرعه، بحب التحديات والتخطيط بصوره خاصه. على طول ابدا مباشره بثلاث كورسات، كورس البي ام بي وكمل لشهاده البي ام بي، كورس البريمافيرا، وكورس العقود، وممكن كمان كورس الكوست مانجمنت. الاربع كورسات دولت فيري امبورتنت بالنسبه لك، هيفتحوا لك سكه كبيره جدا في مجال التخطيط او الكوست مانجمنت او اداره المشاريع. هل في اي حد يا اخوان معايا اسئله كمان ولا خلاص كده تمام؟ في حد بيسال حضرتك بيقول لك تخصص البي ام اي من وجهه نظرك هل تخصص الاساسي مدني او حاسب الي او مهندس معماري؟ من وجهه نظرك هل ما تخصص اساس مال؟ لا 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 ما لهاش علاقه خالص يا استاذ فهد خالص نهائيا. اي حد دي علوم اداريه ما لهاش علاقه بالتخصص بتاعك خالص. اي حد خريج اداره اعمال، مهندس، محاسب، اي حد يقدر يبقى مدير مشروع، اي حد يبقى مدير مشاريع، ما لهاش اي علاقه ابدا بالتخصص نهائيا. ممكن تلاقي شخص اصلا يعني خلفيه اداريه اشطر من مهندس مثلا، والعكس ما لهاش علاقه، تختلف يعني حسب امكانيات الشخص ومهاراته. أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الماتع، وبشكر مرة ثانية أسرة بيم أريبيا والإخوة الأعزاء في الإعداد، وأرجو إن شاء الله إنه برضه يتم نشر تسجيل المحاضرة عشان برضه الإخوة اللي ما حضروش معانا أو اللي حضروا أجزاء من المحاضرة يستفيدوا منها، وأنا إن شاء الله هبعت المادة العلمية للزملاء الأعزاء يبعتوها لحضراتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حضرتك بألف خير يا دكتور، والله محاضرة قيمة جدا كلنا استفدنا منها، ربنا يحفظك ويبارك في علمك. الله يحييك إن شاء الله، جزاكم الله خير.
بخير وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.